أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة عن أن تنسيقا يجرى حاليا بين الاتحاد وسلطات محافظة الأقصر لإقامة مباراة لكرة القدم بمشاركة نجوم اللعبة بمصر في ذات المكان الذي شهد الحادث الإرهابي بساحة معبد الكرنك الفرعوني. قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية الاعتداء على رئيس نادي الزمالك إلى 25 من يوليو لسماع الشهود. وفي بداية الجلسة أكد مرتضى منصور أمام المحكمة أنه لن يتنازل عن حقه في قضية اتهام 21 متهما ينتمون للألتراس بالاعتداء والشروع في قتله، وذلك بعدما نعته المتهم سيد مشاغب بالمجرم، ما دفع مرتضى ليقول أنه بهذا السبب لن يتنازل عن حقه لأحد. وقال عضو مجلس الشعب السابق ورئيس نادي الزمالك ومستشار سابق بقى مجرم. وعرضت المحكمة متهمي ألتراس الزمالك على رئيس النادي من داخل القفص للتعرف على أحدهم بمحاولة اغتياله، حيث تعرف منصور على سيد مشاغب قائلا مش هسيبك، هو ده اللي عايز يقتلني، هم حاولوا يغتالوني لأني ذكر. ومع نهاية الجلسة ناشد أهالي المتهمين رئيس الزمالك الذي وافق على التنازل عن مقاضاة 8 من المتهمين. حقق منتخب نيجيريا فوزا صعبا على ضيفه منتخب تشاد بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا. وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب تنزانيا في السابعة من مساء غدا الأحد ضمن نفس المجموعة. يتسلم الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي الجديد يوم الاثنين المقبل تأشيرة القدوم إلى القاهرة بعد أن وقع للنادي الأحمر بشكل رسمي في اليومين الماضيين. كان الأهلي قد اتفق على التعاقد مع اللاعب مقابل $1,000,000 إلى نادي الشباب السعودي لحسم الصفقة لصالحه، وأرسل $500,000 يوم الخميس الماضي، وتم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي على دفعتين. غادر وفد من نادي الزمالك إلى المغرب للتفاوض مع نادي الوداد المغربي بخصوص ضم المهاجم الجابوني مالك إفونا هداف الدوري الموسم الماضي. يسعى الوفد الزملكاوي للوصول لاتفاق مع نادي الوداد وإفونا بخصوص إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة في ظل المنافسة الشرسة مع النادي الأهلي وبعض الأندية الخليجية والتي أبدت رغبتها في ضم اللاعب. أكد حسام غالي لاعب وسط الأهلي أن اعتذار حازم إمام كابتن الزمالك بعد تقبيله إشارة القيادة تعد شجاعة منه. وأضاف غالي أنه تلقى واقعة تقبيل حازم إمام وزملائه بالفريق الأبيض إشارة القيادة بحسن نية، ولم يكن يحمل في قلبه أي كره أو ضغينة ضدهم، مؤكدا أنه كان سيتعامل معهم جميعا بشكل طبيعي حال لقائهم في أي مكان. كان حازم إمام وبعض زملائه بفريق الزمالك قد قاموا بتقبيل الشارة بعد أن قام غالي بإلقائها على الأرض، وتم سحبها بقرار من مجلس إدارة الأهلي لاعتبار أن تلك الفعلة بها إهانة للكيان الأحمر. علقت الشرطة الدولية الانتربول العمل بالاتفاق النزاهة الرياضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على ضوء تحقيقات الفساد الأخيرة المتعلقة بالفيفا. وتلقى الانتربول 20 مليون يورو من الفيفا في 2011 طبقا لاتفاق من أجل إنشاء برنامج للنزاهة الرياضية على مدار 10 سنوات لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير المشروعة. وقال الانتربول إنه سيعلق استخدام الأموال التي حصل عليها من الفيفا من أجل هذا البرنامج. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت بتشكيل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجنة برئاسة الجنوب أفريقي سكسويل طوكيو لرصد الحالة الكروية في الأراضي الفلسطينية. وقال عباس إن طوكيو رفيق درب نيلسون مانديلا الذي يحمل الأوسمة في هزيمة نظام الأبارتيد ومظاهر الإرهاب والقمع في جنوب أفريقيا، وأضاف أن طوكيو قادر على حماية الرياضة الفلسطينية. شهدت مباراة لبنان والكويت بتصفيات أمم آسيا 2019 ومونديال روسيا 2018 اشتباكات بين جماهير المنتخبين، وحققت الكويت الفوز على لبنان بهدف متأخر، وتسببت ملاسنات الجماهير عقب الهدف في تفجير الأزمة. ولم يكن هذا الخلاف هو الأول بين الجماهير الكويتية واللبنانية
فقد سبق وحدث قبل 3 سنوات من الآن، واضطر الجيش اللبناني لإطلاق الأعيرة النارية لإنهاء الأمر. اصطدت كاميرات المصورين الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أثناء خروجه من إحدى الملاهي الليلية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقضي عطلته الصيفية عقب انتهاء الموسم الكروي في إسبانيا. وفوجئ بنزيما لدى خروجه من الملهى الليلي بوجود عدد من الصحفيين، إلا أنه تجاهل تماما الرد على أسئلتهم حول وجود علاقة عاطفية بينه وبين مطربة البوب العالمية ريهانا، خاصة بعد ظهوره برفقتها في إحدى الملاهي الليلية بنيويورك قبل أيام قليلة، واستقل سيارته وغادر المكان مسرعا. تصدر محمد صلاح لاعب تشيلسي الإنجليزي قائمة أفضل هدف أوروبي هذا الموسم في استفتاء لشبكة سبين التي أجرته على مدار اليومين الماضيين. تفوق هدف صلاح الذي سجله في مرمى اليوفنتوس بنصف نهائي كأس إيطاليا على أهداف العديد من النجوم، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح برشلونة الإسباني، بعدما سجل هدفه بنسبة 67% من استفتاء الجمهور حول العالم، فيما جاء هدف ميسي في مرمى أتلتيكو بلباو في المركز الثاني بنسبة 23%. شهدت مباراة البوسنة والهرسك أمام إسرائيل في تصفيات كأس الأمم الأوروبية هتافات من جانب أصحاب الأرض مناهضة للكيان الصهيوني بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية، ونشرت إحدى قنوات البوسنة جانبا من هتافات الجماهير لمؤازرة فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن المباراة أقيمت في مدينة زينيكا بالبوسنة وانتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1.